قال بالنسبة لعبير في قضية طريقة استخدام السدر، هل ورد فيها شيء؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففيما يتصل بما سألت عنه الأخت من استعمال السدر الناشف أو المجفف في أنواع من المعالجات كالمعالجة من السحر ونحو ذلك، لم يرد في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرجع إليه، إنما هي أمور استعملها بعض الناس ووجدوا منها نفعا، وقد ذكرها بعض علمائنا في طريقة المعالجة من السحر بأن يدق عدد من أوراق السدر، 7 أوراق وتذاب في ماء ويغتسل بها، وليس في هذا أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن أهل العلم المتقدمين، إنما كما ذكرت هي مما عرفه الناس بالتجربة، وقد أقر ذلك بعض علماء عصرنا منهم شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. فإذا استعمل على هذا النحو أرجو أن لا بأس بذلك.